لا تنسوا الضغط على زر سابوني أو اشتراك جيم ثم تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم، اليوم معايا البنات في فيديو جديد. اليوم جبت لكم اون غوب كاش كور، هذا تاني موديل خيرتوه باش نطبقوه للعيد ان شاء الله. ما لا تبعوا معايا، واللي طبقته ما تنساش تبعته لي في الفيسبوك تاعي، راح نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. بلا ما نطول عليكم نبداو مباشرة في طريقة التفصيل. دركا راح نبداو بالباترون تاع لو كاش كور. راح نهزو قطعة كرتون عرضها 45 وطولها 41. العرض تاع 45 كل طاي وش دير العرض تاعها، دوك نعطيلكم كيفاش نخرجوه. دركا نمشيو ب 10 سنتيمتر بهذه الطريقة، ونزيدو لهنا نمشيو بطول الكتف. طول الكتف انا لهنا طول الكتف في لاطاي ام هو 10 سنتيمتر، كل واحدة تمشي بطول الكتف تاعها وتعين نقطة، ومن بعد تهبط من النقطة الاولى بواحد سنتيمتر وترسم الخط المائل، ومن بعد نزيدو نهبطو بعشرين سنتيمتر بهذه الطريقة ونعينو دوران الصدر. هذه 20 سنتيمتر، لو كون طاي كبيرة نقدرو نهبطو حتى 23 سنتيمتر. نعينو دوران الصدر مقسوم على 4 زائد 5 سنتيمتر، كل وحدة تهز دوران الصدر تاعها هكذا. دركا نرجعو من النقطة تاع الكتف الى نقطة الابط ونرسمو هذا القوس هكذا، سميوه قوس الابط. ومن بعد نرجعو الى نقطة دوران الصدر اللي كنا عيناها، نهبطو بخط بهذه الطريقة، ومن هذا الخط نمشيو ب 15 سنتيمتر، يعني كل وحدة تهز دوران الصدر تاعها مقسوم على 4 زائد 5 سنتيمتر وتزيد له 15 سنتيمتر، هذا هو عرض الباترون تاعنا. ومن بعد منا نمشيو ب 3 سنتيمتر ونديرو الخصر، ونوصلوا بين نقطة الإبط إلى الخصر بخط مائل بهذه الطريقة، ومن بعد نوصلوا من هذه النقطة إلى دوران الصدر بقوس، ونزيدوا من دوران الصدر إلى النقطة اللي عيناها تاع 15 سنتيمتر هذه بقوس، وهكا يكون الباترون تاع الكاشكيغ تاعنا واجد. نعدلوا برك هاد الانحناء، نعدلوا برك القوس هذا بهذه الطريقة، وهكا رانا عندنا كاشكور هذا نفصلوه في اثنين. مازالت حاجة فقط اللي هي لابانس اللي راح نديروها بالجنب، راح نمشيو من الفوق بهذه الطريقة بثمانية سنتيمتر هكذا، ونعينو خط طوله سبعة سنتيمتر، خط مائل باتجاه الأعلى بهذه الطريقة، طوله سبعة سنتيمتر، نرسمو الخط ومن بعد نمشي واحد واحد سنتيمتر بهذه الطريقة، واحد سنتيمتر من اليمين واحد سنتيمتر من اليسار، ومن بعد نعينو ولا نرسمو هذا المثلث. المثلث هذا هو لابانس اللي راح نديروها في الجنب. هكا راني قصيت الباترون تاعي هاوليكم، نروح مباشرة نطبقو على القماش. هنا راني استعملت مترتين قماش، طويتهم على 4 من جهة العرض تاع القماش اللي هو متر ونصف، طويته على 4 بهذه الطريقة، ورايحة نبدا نحي في القطاع تاعي اللي راح نخدم بهم. اول حاجة نحي قطعة طولها 41 سنتيمتر، قطعة طولها 41 سنتيمتر. هكذا، ونزيد بنفس الطريقة نحي قطعة أخرى طولها كيف 41 سنتيمتر، يعني الطول 41 سنتيمتر والعرض الكلي هو متر ونص مطوية على 4.
هكذا. هنا نوع القماش هو خدمت بساتان اسبانيول، مي نقدروا نخدموه ثاني بساتان غومي ولا ساتان ديامون ولا قدش من ساتان يصلح في هذا الموديل. المهم يكون خفيف شويه. دركا نحكموا هذه القطعه تاع 41 سنتيمتر، نفتحوها بهذه الطريقه، يعني تولي مطويه على 2 فقط، وكل وحده تحط عليها الباترون تاعها اللي خدماته هكذا وترسمو وتقصو. هكذا ونزيدو نقصو لابانس. لابانس هنا لازمنا نقصو هذا المثلث كامل هكذا. دركا كي نفتحوه راح نلقاو هاهم زوج قطع هامليك، كي نلصقو هكا لي بانس في بعضاهم، كي نخيطو لصقو لي بانس في بعضاهم، ومن بعد كي نخيطوهم يخرجوا لنا بهذه الطريقه. هاوليكم لو كاشكور تاعنا. ومن التحت راح نلصقوا القطعه السفليه تاع لاغوب. دركا الجهه اللي بقات لي في القماش، انا بقات لي في القطعه هذه اللي فصلنا منها، انا بقات لي قطعه لا باس بها كبيره شويه، راح منها نخرج اليدين، ولكن اللي ما بقات لهاش تقدر تستعمل قطعه اخرى. دركا هذا القطعة راهي مطوية هكذا على 2، نحكمو نديرو هكا مثلث، نعينو هكا مثلث، ومن الرأس تاع هذا المثلث نطويو القماش بهذه الطريقة هكذا. ومن بعد نحكم لو متر روبون تاعي، نثبتو بإبرة من الأعلى باش نقدر نرسم به قوس. طول القوس تاعي هو 40 سنتيمتر هذا القوس اللي راح نستعمله، طوله هو 40 سنتيمتر. نحط الطباشير مع لو متر روبون وندوره بهذه الطريقة ونرسمه حتى نكملوا هذا القوس، يخرج لنا القوس بهذه الطريقة. هكذا نقصو هذا القوس، ومن بعد نروحو نعينو الطابق. لهنا من الأعلى تاع المثلث هذا راح نهبط ب 21 إلى 22 سنتيمتر بهذه الطريقة هكذا، وقدر طاي كبيرة تهبط حتى ل 25 سنتيمتر، ونرسم هذا القوس بهذه الطريقة وكأنني قاعدة نخدم في دراع عادي هكذا. وكأنني نخدم في دراع عادي. هبطت من 22 إلى 23 سنتيمتر تقريبا، قلت لكم وإن طاي كبيرة تقدر تهبط حتى 25 سنتيمتر. وهكا كيما نفتح لي مونش نلقاهم خرجوا لي بهذه الطريقه. نعينو المنتصف ونبداو نخيطو فيهم في لاغوب تاعنا. دركا نروح للقطعه الثانيه اللي نحيتها فيها 41 سنتيمتر.
انا راح نقطعها على اثنين، خاطر راح نفصل بها الظهر، ظهر من الخلف يعني. القطعه هذه اللي بقات لي انا ما نش راح ندير بها والو، من نتوما ولا ما كفاتكمش باش تخرجوا لا مونش من القطعه اللي فاتت، تقدروا تخرجوها من القطعه هذه، خاطر راح نستعملوا منها غير النصف. هكا دركا نبداو نعينوا عليها في القياسات تاعنا، لنطبقوا عليها في القياسات تاعنا. لهنا راح نطبق طول الكتفين مقسوم على 2 زائد 1 سنتيمتر، لهنا طول الكتفين هو 28 سنتيمتر، نقسمو على 2 زيد لواحد. هنا في الرقبة راني مشيت ب 8 سنتيمتر، نهبط ب 2 او 3 سنتيمتر ونعين قوس الرقبة، ومن بعد من الكتف نهبط ب 1 سنتيمتر ونعين خط مائل من الرقبة الى هذا النقطة اللي هبطت بها ب 1 سنتيمتر، ومن بعد نزيد نهبط ب 20 سنتيمتر ونعين دوران الصدر مقسوم على 4 زائد 5 سنتيمتر. هنا بالنسبة للناس اللي ما شافوش طريقة ولا ما يعرفوش ياخدوا قياساتهم، يروحوا يتفرجوا فيديو أخذ القياسات والباترون الأساسي، دوك نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف ولا تلقوه في القناة. دركا نزيدوا نعينوا من الأسفل، نعينوا دوران الخصر مقسوم على 4 زائد 5 سنتيمتر. نعينوا نقطة بهذه الطريقة هكذا، نوصلوا دوران الصدر إلى دوران الخصر بخط مائل، ونزيدوا نرسموا القوس تاع الإبط بهذه الطريقة. دركا نروحوا نديروا لي بانس، لهنا راح يكونوا عندي دو بانس من الأسفل، راح نمشيو بعشرة سنتيمتر بهذه الطريقة هكذا، و نطلعوا حتى للنقطة هذه مع الإبط، ونعينوا نقطة بهذه الطريقة ونرسموا خط هكذا، ومن بعد نعينوا واحد واحد سنتيمتر من اليمين ومن اليسار على النقطة الأولى اللي كنا عيناها، ونرسموا مثلث لابانس تاعنا. لهنا راح تكون عندي غير نص بانس باسكو عندنا غير نص العلوي، راح نحكمو هكا بالإبر هكا باش كي نقلبو نلقاو النقاط تاعنا ماركين ديجا. نعاودو نرسمو منهم بنفس الطريقة خط مستقيم، ونعينو واحد واحد سنتيمتر من اليمين ومن اليسار على هذا الخط، ومن بعد نرسمو هذا المثلث. دركا نروحو للقطعة السفلية تاع لاغوب، انا راح نهزها متر وخمسة سنتيمتر، متر وخمسة سنتيمتر، خمسة سنتيمتر تاع حق الخياطة، وهكا هو في الحقيقة نحتاج غير متر. من توما كل وحدة تشوف الطول تاعها، كل وحدة تهز الطول تاعها اللي حابة لاغوب به، قادرة وحدة تحبها ميدي، قادرة وحدة تحبها تكركر لتحت، كل وحدة تهز الطول المرغوب فيه. دركا نجيو نعينو دوران الخصر مقسوم على 4 زائد 5 سنتيمتر، ونحطو نقطة من الأعلى بهذه الطريقة، ومن بعد نهبطو بعشرين سنتيمتر ونزيدو نعينو دوران الأرداف مقسوم على 4 زائد 5 سنتيمتر. نوصلوا بيناتهم ومن بعد نكملوا الى نهايه الفستان تاعنا بخط مائل. لهنا هذه القطعه العرض تاعها نتوما تتحكموا فيه، انا حبيتها ضغوات، من نتوما ولا حبيتوها ايفازي تقدروا ما تطبقوش القماش على العرض اللي هو متر ونص، طبقوه على العرض اللي حابينه نتوما. ومن بعد نطلعوا بثلاثة سنتيمتر من الأسفل ونعينوا هذا ونقصوا هذا الانحناء أو هذا القوس بهذه الطريقة. هنا راح نبدأ مرحلة الخياطة، راح نبدأ بليبانس، نطويهم هكا على اثنين ونخيطوهم
نخيطو يعني المثلث اللي كنا قصيناه، هاي ليكم كيفاش تخرجنا لا بانس. نزيدو الثانية بنفس الطريقة. هكذا دركا نعقبو سيغ فيلاج على الخياطة تاع هاد لابانس باش تجينا الخياطة من الداخل بخاب. هاي ليكم، نزيدو التانية بنفس الطريقة. دركا هاني درتهم لي دو. دركا واش نروحو نديرو؟ نروحو نكفو هذا القوس، هذا قوس الكاشكور، نطويوه جوست على اتنين بهذه الطريقة، يعني الطية الأولى ثم الطية الثانية، ونخيط ونعقب فوقو لا ماشين. ومن بعد بعد ما نعقب فوقو لا ماشين نحدو مليح بالميكوات باش تجي لا فينيسيون تاعو شابة. هاي ليكم هنايا راني حددتهم لي دو. دركا نهز دوران الخصر مقسوم على اتنين بهذه الطريقة، يعني نعدلهم في بالمسافة، في المسافة تاع دوران الخصر، والزايد هذا اللي يخرج لي من التحت رايحة نحيه، نحكم بالإبر هكذا باش ما يتهربليش، به ما يهربليش الكاشكور. هذه الجهة العلوية رايحة نخيطها بالبرا والخيط، نعين المنتصف بهذه الطريقة، نزيدو نروحو نعينو المنتصف من القطعة السفلية اللي راح تركب لي في الكاشكور، قطعة السفلية تاع الفستان، نعينو المنتصف، نحطو المنتصف على المنتصف، الوجه الصحيح على الوجه الصحيح، نثبتو بالإبر باش ما يتحركليش الكاشكور من بلاصو، كي نعود نخيط بهذه الطريقة، ونخيط عادي. هكذا كل ما نوصل الإبرة نحيها بهذه الطريقة، ومن بعد رايحة نعقب سيرفيلاج على الخياطة. هكذا وبهذه الطريقة الجهة الأمامية تاعنا راهي واجدة. هاي ليكم، دركا نحكمو الجهة الخلفية العلوية، رايحين أنا مانيش راح نسجف، رايحة جوست نطوي الرقبة مرة ثم نطويها المرة الثانية، يعني نكفها ونبدأ نخيط فيها، بصح الكفة راح تكون صغيرة فقط. ومن بعد في مرحلة الخياطة رايحة نحددها بالميكوات مليح باش نعدل لها فينيسيون تاعها. بعد نعين المنتصف، منتصف الرقبة، ونحط فيه ليتيكات تاع لاطاي، هذه الخطوة تقدروا تستغناو عليها. هكذا من بعد نروح نركب لي بانس او نخيط لي بانس، عفوا لي لا بانس نطويوها على اتنين من الخط الوسطاني اللي كنا رسمناه، ومن بعد نسويفيو المثلث تاعنا بهذه الطريقه نخيطو عليه هكا. هاي ليكم لا بانس كيف خرجت. دوكا نزيدو لا بانس الثانيه بنفس الطريقه، نطويو على اتنين من الخط الوسطاني ونزيدو نسويفيو المثلث. هام ليكم لي دو بانس. دركا نلصقوا القطعه الخلفيه السفليه، نلصقوها على القطعه العلويه بهذه الطريقه هكذا، ومن بعد نعقبوا شوفيلاج على الخياطه. هاي ليكم، دركا نلصقوا الجهة الأمامية مع الجهة الخلفية من الكتف، نحطوا الكتف الأمامي على الكتف الخلفي ونخيطهم على بعضهم بهذه الطريقة، ومن بعد نزيدوا الجهة الثانية بنفس الطريقة، نحطوا الكتف الأمامي على الكتف الخلفي ونخيطهم، نعقب عليهم سيرفيلاج باش تجي لا فينيسيون تاعهم مليحة بهذه الطريقة.
ومن بعد نروح نركب لي مونش، نحكم نعين المنتصف بهذه الطريقة ونحطه على خط الكتفين، نحط الوجه الأمامي على الوجه الأمامي ويكونوا من الداخل، ونخيط على الوجه الخلفي بهذه الطريقة، نسوي في انحناء لا مونش مع انحناء الطابق بهذه الطريقة. هكذا راني خيط النصف الأول، دوكا نزيد نعاود نرجع للمنتصف ونزيد نخيط النصف الثاني بنفس الطريقة هكذا. هاي ليكم كيفاش خرجت لي لامونش تاعي، ها هي. دوكا نعقب سيرفيلاج على هذه الخياطة اللي من الداخل، من الاسفل راح ندير ولا راح نكف لا مونش، ندير لها سيرفيلاج ومن بعد نعاود لها كفه صغيره بلا ماشين. دائما نذكركم باللي ماكينه السرفله ماهيش حاجه مهمه او حاجه يعني يمكن الاستغناء عليها، فقط نعوضها بزيكزاك تاع لا ماشين، ولا حتى ولو ما عندكش الزيكزاك تاع لا ماشين راني مديرت لكم فيديو على كيفيه الخياطه بالماكينه العاديه، راح نخليه لكم في صندوق الوصف تاني. هاكا نعاودو فقط نديرو كفه صغيره نطويوه يعني مره واحده ونخيطوه، ولكن ما تكونش الكفه عريضه تكون صغيره فقط. درك راني عاود درت لا مونش الثانيه بنفس الطريقه، نحكمو هادو القطع، نخدم قطعة طولها 10 سنتيمتر وعرضها بين 8 إلى 9 سنتيمتر، نطويها من اليمين ومن اليسار بهذه الطريقة، نزيدو نعاودو نطويهم فوق بعضهم ونخيطوهم. هادو راح نديروهم ليزانو اللي يركب لي فيهم الحزام هكذا. دركا نروح نلصق الامام والخلف مع بعضهم، نبدا بلا مونش ونجي هابطه، كي نوصل هنا لهذا الخط تاع الخصر نحط لانو تاعنا نطويه على 2، الشريط هذاك نطويه على 2 ونعقب عليه لا ماشين، ونكمل نخيط حتى اسفل الفستان. هكا ونزيد نعاود على الخياطه كامله بالسيرفيلاج، ومن الجهه الاخرى راح نعاود بنفس الطريقه، راح نعاود نلصقهم بنفس الطريقه يعني. هكذا درك راني وصلت للكفه اللي من تحت، راح نعقب عليها كيف كيف سيرفيلاج كامله لو تور كامل، ونزيد نعاود ندير له كفه صغيره بالماكينه العاديه هكذا، جوست نكف كفه صغيره ونكمل لو تور كامل، نخيط لو تور كامل. دركا نروح ندير الحزام، راني حكمت قطعة قماش أو قطعة شريط طولها متر ونص وعرضها 15 سنتيمتر، نطويها على 2 ونخيطها من الأعلى، ونزيد نخيط الطول كامل، نخيط المتر ونص كاملة بهذه الطريقة، ونخلي دائما جهة مفتوحة. نرجع للجهة المغلوقة نحط عليها قلم الرصاص بهذه الطريقة، ونبدأ نقلب فيها حتى نخرجها على الجهة المفتوحة. هاي ليكم، كمل نقلبها.
دركا الجهة المفتوحة نطويها جوست هكا لداخل ونعقب فوقها الماشينة. يعني شغل نكفها من فوق هكذا، ونزيد بنفس الطريقة من تحت نعقب فقط الماكينة باسكو ديجا مقفولة، نعقب برك باش يجيوني الجهتين كما بعضهم. هنا بعد ما كنت حددت الفستان تاعنا بالميكواد جيدا، عندي دركا هادو لي زابليك هادو رايحه نحطهم هنايا، راح نلصقهم بالبيستولي، والا تقدروا تلصقوهم بالبرا والخيط عادي هكذا. وهنا الحزام في الاخر تاع الحزام رايحه نركب هادو، رايحه نركبهم جوست بالبرا والخيط في الاخر تاع الحزام من ومن هيه بهذه الطريقه. هاوليكم الفستان تاعنا بعد ما كنا ركبنا فيه لي زابليك وهذوك البشبوشات اللي يجيو من التحت، باهم على بالي شو اسمهم. هنا وصلنا الى نهايه الفيديو تاعنا، واذا عجبكم ماذا بكم تخليولي لايك، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.